شاء الله فهمي نتمنى تكونوا تمام بصحه وعافيه. مرحبا بكم نهار جديد فلوق جديد او موضوع جديد. لكن انت اول مره كتشاهد كامل سيمون فلوجز معك الا تهبط لتحت دير سبسكرايب خليه واحد بيج لايك وخليه واحد كومونتيريكم زاز. دابا هذا اول ما ندخل غادي نمشيو نخلصوا بهذه الورقه هذه نمشي نعطيوها لهم وغندخلوا ان شاء الله. فالحيوانات المائيه اللي كاينين تحت تيكونوا تحت دايرين ف ما عرفتش كيفاش نشرحهم لكم ولكن سميتو خلصوا دابا. Thank you. Thank you. Oh, good. Thank you. Yeah. So it's all good now. Yeah. دابا غنمشيو ندخلو نمشيو ندخلو لداخل وغتشوفو هاد الألعاب هادو جينا سميتو الأضواء زوينة هنا داكشي منور داكشي زاز داكشي ما نقول لكمش شي حاجة لي طوب وكنعتذر لكم لأنني ما شحال هذا ما طلع فلوغ لا والو لأنني كانت عندي شوية ديال الخدمة وشوية ديال المسائل وحتى التفاعل ما كاينش بزاف كنلقى لي فيديو ديالي الفو كنخدم عليهم بزاف في الاخر كنلقى 200 فيوز او سامثينغ وما كاينش لي سبسكرايبرز. هذا ماشي سبب ومانع باش نحبس ولكني نتوقف واحد شويه وديك الساعه نفكر في شي حاجه اللي جديده. واليوم ان شاء الله طاحتنا الفرصه باش ندير لكم هذا الفلوغ هذا وهادشي هذا القديم هنايا ما عرفتش هادشي هذا اول مره كنجي لهنايا بحال كاين في شي متحف هنايا كما كيبان لكم الاخوان. وهذا سميتو هذا هو ديباك جا معايا اليوم ما قدمت لكمش شكون جا معايا اليوم جا معايا ديباك وجا معايا صباح الدين كما العاده كما كنتو ديما تشوفوه معايا في الفلوغات ديما كاين ديما حاضر. عليكم السلام وان شاء الله غادي يكون شي حاجه تكون شي حاجه مزيانه وكما تنقول لكم القادم احلى وما تنساش دير لي واحد سبسكرايب وخلي لي واحد الكومنتار يكون زوين ودير لي واحد اللايك على التشجيع لايك للتشجيع. كنعتذر لكم عاوتاني على التاخر شحال هذا ما درت لها لا فلوغات لا والو من رمضان وقيله وسميتو هادشي اللي كاين. وهاد البلاصه هادي سميتها سي لايف ما عرفتش شنو فيها هنايا الحياه البحريه بحال ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم صراحه. انا جيت ندير البلوك ماشي قديم ما عرفتش تخرميز هذا نتمنى تكونوا تسمعوني مزيان. الوان واعره داكشي زاز غوش تخلع والله الا تخلع بالله هذا الدور هذيك الدور واو سكيري مان واو يو جيت ديزي تدوخ بحال راتك الدور بيك او ماي غوش شي كيب جوين اي ريمبر زين اي ذس جاي شاف والله الا الاخوان الا دخلتوا لهذه والله الا كدوق كتحس براسك بانك او ماي جاش هذه الا كتخلع كدور منها كتحس براسك بانك دايخ كدوخ او واو ديزي يا كتحس براسك الدوخه جايك ملي كدير بهذيك كدور. دابا غنجيو للبينغوين هنايا بينغوين ها بلاتي غنوريكم هذه هي سي لايف بينغوين فين شادين السطورة Oh, it's amazing, bro. We
فيها الاخوان بغيت نعطيك معلومات على هاد البلاصه امتى خلقات امتى ولكن ما عارف عليها والو صراحه سمحوا لي ما وجدتش راسي مزيان باش نقلب امتى بناو هادشي هذا ما عرفتش. عيطوا لي الدراري وقالوا يلا تمشيو لهاد البلاصه سي لايف زيد الكاميرا ديالك قلت علاش لا ما نديرش واحد البلوغ هذا لانني غبرت عليكم بزاف قلت علاش لا ما نديرش البلوغ من هنا ان شاء الله نشارك معكم هاد التجربه هذه ونشارك لان اول مره حتى كنجي لهنايا في حياتي كاع حتى في المغرب مقيلا ما عرفتش واش عندنا شي ولا ما عرفتش صراحه وجيت لهنا هذه فرصه تحت ليا باش نجي لهنايا وندير لكم هذا البلوغ ان شاء الله من هنايا واخا ما عارف عليهم شي معلومات باش نقول لكم امتى بناو هذه البنايه هذه وهالشيء هذا بينغوين وباقي لنا غنمشيو ان شاء الله لشي بلاصه اخرى ما عرفتش شنو اخرى عاوتاني كاين سميتو الشارك كاين التمساح ماشي التمساح الشارك هو سميتو الشارك جات لي حتى العربيه كاع هذه خاصه غير بحوض الاسماك انواع ديال الاسماك هنايا زعما واحد المنظر اللي رائع واحد المنظر اللي زوين طلعوا شويه الفوق اه لوك ات ذا يا شال وي جو سويم يا نتمنى الاخوان يكون هذا الفلوغ هذا ماشي ممل لانه كاين فيه بزاف ديال الدراري الصغار وكاين فيه شي ديال الاسماك وسميتو ما غتكونش شي معلومات اللي غتكون تفيدكم ولا شحال ولكن غير بنشارك معكم هذه التجربه هذه بنشارك معكم لانني خرجت كما الفلوغر كتعرفوا الفلوغر كيشارك الحياه اليوميه ديالو داكشي باش قلت علاش لا نشارك الحياه اليوميه ديالي معكم ونوريكم فين كنمشي وفين شنو كندير نتمنى يكون يعجبكم هذا الفلوغ هذا بزاف وما تبخلوش عليا بواحد لايك ولكن اول مره كتشاهد كما سيمر فلوغ دير لي واحد سبسكرايب للقناه باش تنضم لاكبر عائله واخا باقا شويه صغيره المهم انا عندي هذه العائله كبيره وان شاء الله ونزيدوا بهذا القناه ديال القدام ان شاء الله. دابا الاخوان وصلنا لواحد البلاصه اللي فيها الشارك القرش ها هو كيف فوقنا بلاتي نطلع لكم الكاميرا اوه ماي جاش وهذا داك هو القفص الا بغيت تدخل تماك القفص وكاين القرش كيدور بالجنب ديالك وحنا غاديين دابا على واحد السكه كتحرك واحد الصمطه كتحرك بحال في المطار اوه لوك ات ذات كاين هنا القرش وكاين دوك الاسماك الطونه وكاين كلشي هنايا ها هو شوف شدك يقصيك او ماي جاش لوك ات ذات هذه ضربات بديك الصمطه ديالها بالديل ديالها تموت فيه بحال صعقه ديال الكهرباء او منظر واعر منظر زوين
دابا جينا هاد البلاصه هادي خاصه غير بسميتو بهاد الالعاب هادو ديال الاطفال. الا بغيتي تشري شي حاجه من هنا هنا كيصنعوا الفلوس. كتجي كتدخل هنا وكتجي معاك الاطفال وكتجي بنادم كيشري من هنايا. ها ولا دي باك هو الشاك. يو وانا باي ذات وان نايس اي او ماي جاد يا هنا فين انت شحال الاثمنه ديالهم كيف دايرين؟ 30 دولار 40 دولار غاليين الواحد. هنا ملي كيصنعوا الفلوس كتجي لهنايا كتضرب دويره وكتخلص وكتدخل لهنايا وكتشري المسائل الاطفال. فلوس كتلقى هنا غير سميتو غير بارنتس مع الاطفال ديالهم. هنا كتلقى غير الاباء مع الاطفال ديالهم. هنايا كيجيو كيشريو هادشي هذا كما كيبان لكم هنايا. والبلاصه هذه معظم البلاصه هذه كتلقى فيها بزاف ديال الاطفال كيجيو كيشوفوا الحوت كيشوفوا كلشي هنايا. كيخرجوا في النهايه ديال الاسبوع بحال اليوم راه عندنا السبت كيخرجوا من هنايا باش يشوفوا الحوت والثقافه ديالهم وكلشي. يخرجوهم تركيله تركيله بحال في المغرب عندنا بحال في المغرب. دابا الاخوان بقى لي نقول لكم السلام عليكم. النهايه ديال الفلوغ انتهت هنايا. نتمنى ان شاء الله يكون الفلوغ هذا عجبكم. ما تنساش دير لي سبسكرايب ودير لي واحد لايك وخا دير لي واحد الكومنت يكون زاز ونشوفكم في فلوغ جاي. بيس.